لو الحكاية فيها إن فيديو. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. والحقيقة هذا المؤتمر الصحفي هدف الأول إن احنا نشكر شعب مصر العظيم اللي عبر برأيه يوم 14 و15 وسبق انه عبر بذات الإرادة القوية الحرة يوم 30/6/2013. أتوجه باسم جبهة مصر بلدي لكل مصري ومصرية، لقد سجلتم لما أنجزتموه يوم 14 و15 يناير 2014 عبورا جديدا مماثلا لعبور عام 1973، ملحمة انتصار عبرتم عنها بإرادتكم الحرة كما عبرتم عنها يوم 30/6/2013، حيث تشير المؤشرات الأولية لنتائج الاستفتاء على تعديل مواد دستور 2012 إلى ارتفاع ملحوظ، ارتفاع كبير في نسبة الحضور ونسبة التصويت بنعم، ستعلنها إن شاء الله في باكر اللجنة العليا للانتخابات. نسبة حضور عالية ونسبة نعم عالية أكثر بكثير من دستور 2012، رغم التشكيك والمقاطعة، رغم دعاوى التشكيك ودعاوى المقاطعة والإرهاب والأحداث التي شهدتها مصر خلال هذين اليومين. وحتى اليوم هناك بعض المظاهرات، لكنها مظاهرات تشير إلى التقلص وتشير إلى النهاية المحتومة لأي واحد يعادي شعب مصر الكريم. عايز أقول لابد أن يفرح هذا الشعب بهذه الإرادة القوية التي أرسل من خلالها عدة رسائل. الرسالة الأولى أن هذا الشعب مصر على إنجاز خريطة المستقبل، والدستور خطوة أولى على هذه الخريطة، يليها خطوات. يجب أن تستمر هذه الإرادة القوية الحرة متأججة حتى ننزل من على أعلى جسر العبور إلى أولى خطوات الاستقرار إن شاء الله. المثال الثانية أن هناك مصر جديدة تبعث من جديد، مصر جديدة تبعث من جديد على أيدي أبنائها، على أيدي أبنائها المخلصين. وهنا لا يغيب عن ذهن كل واحد فينا هذا الشاب الذي كان يزحف أمام صندوق الاستفتاء متمسكا رغم إعاقته ورغم صعوبة حركته حتى يتمكن إلى الوصول إلى الصندوق دون أن يفرط في صوته. هو يزحف على الأرض وهو في الحقيقة ينبغي علينا جميعا أن نرفعه فوق الرؤوس. أنحني أمام المرأة المصرية والأم والأخت والزوجة التي تقدمت الصفوف لتثبت المصرية أنها وطنية مخلصة قائدة ولادة معلمة مرشدة، وطنية خالصة هي مثل، هي قدوة.
أحترم الشيخ الكبير الذي تحدى شيخوخته وذهب بروح الشابة ليخط مستقبل الأجيال القادمة. أحترم الشباب الذين توجهوا للاستفتاء وأرشدوا ويسروا وسهلوا ونظموا حركة الشعب المصري حتى يصل إلى صناديق الاستفتاء، ولم يستسلم لدعوات المقاطعة، ولم يستسلم للنقد الهدام. أقدر كل مصري رفض أن يبيع ضميره وصوته باسم الدين أو باسم المال الفاسد، أو باسم المال الفاسد مرة أخرى، وأصر على أن يوجه صوته إلى داخل الصندوق بنفسه. أما الرسالة الثالثة فأقولها لمن يدعون الشرعية، أن الشعب المصري هو مصدر الشرعية، منه تأتي كما حدث يوم 30/6/2013، ومنه ترسخ وتؤكد كما حدث يوم 14 و15 أيامي الاستفتاء الماضي. كان هذا الاستفتاء ملحمة وطنية، ملحمة وطنية بكل معنى الكلمة، بين الشعب وقواته المسلحة ورجال الشرطة الأوفياء ورجال القضاء والإعلام الواعي الوطني الذي رصد تلك الملحمة ليسكرها التاريخ ليحكيها لأجيالنا القادمة إن شاء الله، ولنا جميعا كمصريين أن نفخر بما تم من إنجاز. أما الرسالة الرابعة فهي رسالة للمستقبل. مصر أصبحت صفحة بيضاء تركز على الحاضر والمستقبل ولا عودة للوراء. الكل شركاء في بناء هذا الوطن طالما لم تلوث يده بالدماء وطالما لم تلوث يده بالفساد. أدعو شباب مصر الوطني الواعي المخلص لبلده إلى التقدم للأمام لرفع راية مصر الحديثة الفتية بإرادة جديدة، إرادة التطوير وإرادة البناء. فهم الطاقة لجبهة مصر بلدي في المرحلة القادمة إن شاء الله. إن نجاح هذا الاستفتاء لن يستطيع أحدا أن يدعي أنه هو سبب هذا النجاح. نجاح هذا الاستفتاء هو نتيجة جهد واضح ومنظم، ومنظم تنظيما قويا شاركت فيه مؤسسات الدولة جميعها والقوى السياسية التي ساعدت هذا الشعب العظيم حتى يصل إلى صندوق الاستفتاء، وساهمت فيه جبهة مصر بلدي بجهد رغم تاريخها شهر واحد فقط منذ أعلننا مؤتمرنا الأول يوم 16/12. شاركت فيه جبهة مصر بلدي بقياداتها بمنسقيها بأعضائها من خلال مؤتمرات عديدة، سواء مؤتمرات جماهيرية حاشدة أو مؤتمرات تنظيمية على مستوى المراكز والقرى. ساعد فيه رجال جبهة مصر بلدي أمام اللجان الذين انتشروا أمام اللجان بكافة ربوع البلاد، وتواصلوا مع غرفة عمليات جبهة مصر بلدي التي استمرت 72 ساعة كانت تتواصل من خلالها وتساعد بقدر الإمكان مع غرفة العمليات الرئيسية في وزارة الداخلية والقوات المسلحة واللجنة العليا للانتخابات لتيسر وتصحح ليتخذ المسؤولون القرار المناسب في الوقت المناسب بما يسر الكثير على المواطنين ليقوموا بواجبهم الوطني. أقول في النهاية
أن ما تم هو الخطوة الأولى على جسر العبور للاستقرار، لكن هناك ما زال خطوتين هامتين. الخطوة الأولى هي الانتخابات الرئيسية، وهذه الانتخابات التي نادت بها جبهة مصر بلدي طالبة من السيد الرئيس المستشار عدلي منصور أن تكون جبهة مصر بلدي، أن تكون الانتخابات الرئيسية قبل الانتخابات البرلمانية، وإن شاء الله ستكون كذلك بإذن الله، حتى نتوجه معا كما توجهنا إلى صناديق الاقتراع في الاستفتاء، نتوجه معا على قلب رجل واحد لنختار رئيسا لمصر، رئيسا لكل المصريين بحق، رئيسا وطنيا مخلصا قادرا على حماية مقدرات هذا الوطن، حانيا على هذا الشعب الكريم، لديه القدرة على إدارة دفة شؤون البلاد في الفترة القادمة التي ما زالت هناك مخططات تريد إعاقة خريطة المستقبل، هناك مخططات ما زالت تنسب لهذا الشعب الطيب الذي أوقف لإرادته الحرة المخطط الإجرامي لتقسيم مصر ولتقسيم المنطقة العربية. لذلك الدرع الوحيد القادر على إيقاف أي مخطط سيواجه هذا البلد هو شعب هذا البلد. VK